مشوار كل صوت جميل حابب يوصل للنجومية بينطلق من تجارب أداء أرب آيدل. وبداية مشواري ابتدت من هاي الغرفة. أنا مو ما يجيني النوم. الله عليك، دخل الشجن بصوتك. تركت إدارة الفنادق وحجز الغرف لأحجز لنفسي بطاقة عبور للمرحلة الثانية لبيروت، مرحلة اختلطت فيها مشاعر الصداقة، المنافسة، الخوف، الفرح والتوتر. حلاوة وطيب للياكل من تمرنا. بلش الجادة، بلش الجادة. مهند انت اجمل صوت عجبني وعجب اللجنة، انت راح تكون معانا. من تمرنا ولك شط العرب ياخذ تحية. احنا ما نفعش نطلع اللايف من غير صوت. انا حاليا وصلت لهون وما راح اقدر اكمل في البرنامج من غير تصويتكم ودعمكم. صوتولي على الرقم 20. انا مهند حسين من الاردن.